محمد عبد الوهاب غرد بها مطربون عرب من كل الأقطار العربية. الغناء في العالم العربي، رأي عن عبد الوهاب. فلكل منطقة عربية نغم وخصائص لونتها الطبيعة وظروف الحياة، ولعبد الوهاب رأي في مستقبل الغناء العربي، كيف يتطور وإلى أين يسير. بالنسبة للأردن، حضرتك زرت الأردن؟ زرت الأردن. أنا زرت فلسطين. فلسطين قبل حتى ما تبقى قبل 48. وآخر زيارة لي كانت لفلسطين في سنة 48 قبل الحرب على طول. فغنيت وغنيت هناك وانا صغير برضو مع نجيب الريحاني. ما كان يعني هو قبل ما يروح في بيروت برضو فتنا على كام بلد كده، يافا وحيفا وحاجه زي دي. غنيت طبعا القضيه الفلسطينيه. غنيت كتير. غنيت لعلي محمود طه فلسطين اخي جاوز الظالمون المدى، وغنيت دي اظن في حرب 48 بعد في حرب 48 بالضبط. بعد ما جيت غنيتها، وغنيت بعد كده لعبد المنعم الرفاعي الشهيد لفلسطين، وغنيت أيها الساري اللي برضو لعبد المنعم الرفاعي لفلسطين، وغنيت يمكن حاجات كتير تانية يمكن جت يعني اسمها في وسط حاجات عملناها كحاجات جماعية هنا في يعني ماذا زي ما نعمل مثلا الجيل الصاعد، نخلي مثلا كل مغنية او كل مغني يمسك حاجة، ده يمسك فلسطين، ده يمسك المغرب، ده يمسك الجزائر، حاجات كده من هذا القبيل. بالنسبة للجزيرة العربية، حضرتك رحت السعودية؟ ما رحتش المملكة العربية السعودية الا اخيرا يعني. يعني انا اول مرة اروحها في 67 اما حجيت، وعملت لهم نشيد برضو للسعودية، نشيد عام يعني للمملكة كمملكة و كملوك لهم قيمة كبيرة. النشيد كلام، النشيد غناء، بس غناء بتاع كورال يعني بتاع جماعي، مش غناء بتاع مغني أو مغنية. وعملت برضو وعملت لدمشق أيضا نشيد برضو جماعي، ده غير القصيدة اللي اتكلمنا عليها. وبعد كده ما رحتش السعودية إلا من سنتين، رحت في مكان بديع اسمه الطائف، يعني من أجمل ما يمكن، وكمصيف شيء جنون من حيث المناخ الناشف الجميل. نتنقل شمال افريقيا، زرت المغرب؟ زرت المغرب ايوه، زرت ليبيا وزرت المغرب. زرت ليبيا وعملت برضو قصيدتين لعزيز باشا أباظة، كان عملهم للملك إدريس. وزرت المغرب وعملت برضو قصيدتين لجلالة الملك الحسن يعني. وحضرت، أنا رحت هناك بنفسي، مش أرسلتهم يعني، لا رحت بنفسي ونعمت وسعت بمقابلة جلالة الملك، وكان حقيقة يعني هذا الرجل أنا في تصوري يعني لو جاز لي إني أقول عليه يعني صفة كده أقول عليه الملك الفنان، لأنه هو حقيقة فنان يعني. أولا يعرف ويفهم ويتذوق الأغاني ويتذوق الموسيقى ويعرف الموسيقى ويعرف الموسيقى ويقدرها
وعلمت عنه يعني ما معناه قيل من رجل مغربي له قيمته، انه من حبه للفن الملك محمد الخامس اللي هو الوالد أدرك بأنه ولي عهده اللي هو الملك الحسن يحب الفن جدا، فخشى أن الفن يطغى على على يعني توليه مسؤوليات الحكم، مسؤوليات الحكم. فقيل لي وقيل لي من شخص يعني له قيمة انه في يوم من الايام الملك محمد الخامس قال له تعال هنا انت امر من امرين، كان ابتكر يعزف الكمان، قال له شوف انت امر من امرين، يا تختار الفن يا تختار الملك، ايه رأيك؟ فاختار الملك، ولكن على عشقه للفن، على عشقه التام بالفن، ويعرفه معرفة جيدة جدا، ويناقشك في مناقشة العالم الفنان. شيء غريب. ما زرتش لا تونس ولا الجزائر؟ لا لسه ما عملت حاجة للجزائر. افتكر عملت له من نشيد النشيد اللي هما بي السيد الجمهوري ولا ايه؟ افتكر كده، افتكر على ما اعتقد يعني. وتونس؟ لا تونس لا، بالرغم من ان من اني انا احببتها حبا كبيرا جدا، لانه في باريس كنا نشوف مثلا المحلات اللي فيها غناء عربي على اساس نروح نشوف، انا اروح اشوف ايه اللهجة اللي هم بيغنوا بيها وايه حاجات زي دي، فكنت أما أروح هناك ألاقي الموسيقيين كلهم تونسيين، شيء غريب، أغلب الموسيقيين الموجودين كلهم تونسيين ويحبوا الموسيقى بشكل غريب ويحفظون حفظا تاما. وأذكر أن السيدة أم كلثوم، ويمكن قالت لك أنها لم تسعد في حياتها، أو من ضمن البلاد اللي أسعدتها سعادة كبيرة جدا في السمع وفهمهم للسمع تونس. وهي تجلت في حفلات تونس يعني. بطريقة إن دلوقتي مثلا يجوا يقولوا لك اديني حفلة، اديني أم كلثوم حفلة تونس، من كتر ما هو حسوا بإن حفلة تونس شيء غير جدا جدا، لأنها غنت على ناس فاهمينها، ولا فيش في الدنيا حاجة تخلي المغني يجيد قد انه يغني على ناس فاهمينه. الغناء في العالم العربي، هل هناك فرق بين الغناء في شمال افريقيا وفي منطقة الشام وفي الجزيرة العربية؟ طبعا بياخد طبيعة مختلفة من الجو والمناخ والارض، وبرضو اذا جاز لنا نقول البلاد اللي دخلت بلاد، مش عاوز اقول الكلمة الاستعمار مثلا، لكن يعني اختلاط بلد ببلد مثلا يعني. فاحنا مثلا في مصر هنا كنا متأثرين بالأتراك الى حد كبير جدا، بدرجة ان احنا مش بس خدنا منهم يعني لهجة، احنا ما خدناش لهجة كتير الحقيقة، لأن المصريين مش من النوع اللي تقدر تغيرهم بسهولة، لكن يعني خدنا منهم أسماء أنغام، يعني بنسمي بياتي، كارجهار، سوزناك، شهناز، حاجات زي دي، ولو إني هذه الأسماء المفروض إنها هي فارسية وانتقلت الى الاتراك، والاتراك جابوها لنا اما جم عندنا. وكنا احنا حتى نبتدئ كل اعمالنا
في الحفلات بأشياء تركية في صميمها وفي بنائها، زي البشرف، كلمة بشرف دي، والبشرف يعني بشرف تركي، سماعي تركي، كل الحاجات اللي زي دي، والتواشيح دخلنا فيها أمان وأمان يا لالي وجانم، جانم أمان، جانم يعني يا حبيبي أفتكر ولا أحبك ولا حاجة كده، يعني دخلنا فعلا حتى كلام. فبالتالي المفروض انه برضو الواحد يتأثر فدي فيما يختص بمصر، ولو ان مصر برضو فيها لهجات اخرى، يعني ما تقدرش تقول مثلا انه لهجات الصعيد في الغناء بتاعهم الشعب زي لهجة الحضر، زي لهجتنا احنا هنا، في يعني اختلاف بسيط لكن الاساس هو كده. اما نمسك مثلا الشام ولبنان والاردن وفلسطين، الشام دي، هي الواقع احنا الاثنين متاثرين ببعض، بس هما ما عندهمش حاجات يمكن تكون موجودة عندنا أكثر. إيه هي القفلات، القفلة الحراء اللي سموها القفلة دي، اللي تخلي الواحد ينط ويقوم ويقول آه ومش عارف إيه، والعادة زي دي ما لهمش تقل عليها كتير، يعني هم يمكن ألحانهم تكون منسابة انسياب كده جميل ولطيف وظريف، لكن ما فهمش المعنى ده، المعنى اللي فيها برضو الخلق المصري ايضا، يعني الاخلاق بتلعب دور في مقابلة للفن. ايه الطريقة اللي تقابلوا بيها؟ احنا نزعق ونقوم ونرمي الطربوش ونرمي مش عارف ايه وبتاع حاجة زي دي، ما هم ما يعملوش كده، فاحنا بنعمل كده، فاتخلقت من هذا المعنى، معنى القفلة الحراءة اللي كل كم شطرة يروح قافل المغني او المغنية قفل حراقة تخلي الناس تقوم توج وتهج، زي حاجات السيدة أم كلثوم، أفتكر كلها نفتكرها إنه في آخر كل مقطع تروح قفلة تخلي الناس تزعق وتصرخ وحاجة زي دي. اللي شفته أحضر حفلاته اللي كان بيحييها في اسكندرية بمسارح الهامبرا، كلاريتش، زيدانيا بالرمل. وبعدين أنا كنت لدرجة الإعجاب، كان في يعني التشجيع زمان أو مظاهر الإعجاب زمان كانت عبارة عن في آخر المقطع في حاجة يعرفها الفنانون أصحاب الأصوات، يعني حاجة اسمها القفلة الحراءة. يعني إيه القفلة الحراءة؟ في نهاية المقطع القفلة الحراءة دي يعني يقول لك لازم تسقفوا لي هنا، لازم
يعني مثلا لم أدري ما طيب العناق على الهوى حتى ترفق ساعدي فطواكي. يوصل لفطواكي الدنيا تتهد والتصفيق والزعيق وإيه وإيه لآخره. فالقفلة الحراقة دي مظاهر الإعجاب زمان كان بحث في الطرابيش، احنا كنا بنلبس طرابيش زمان، فكنت أتناول طربوش أهلعه من راسي وأحدفه وهو قاعد على المسرح، ولازم كل اللي قاعدين يحذفوا طرابيشهم. هذا من مظاهر الإعجاب. اللي ما قالحش طربوشه أروح أقلحه له بالعافية وأحدف فيه الأستاذ وهو قاعد على المسرح، أستاذ عبد الوهاب. وكان معاه المرحوم الأستاذ محمد عبد المطلب، كان معاه بطانة بلغة زمان الكورة يقولوا عليه بطانة أو سنيدة أو حشوة، حشية. كان يقعد وراه هو ونفرين يرددوا، يعني هو يغني ويردوا عليه. فالمرحوم محمد عبد المطلب كان يقوم ويلم الطرابيش ويحطهم في بعض إلى انتهاء الحفل. كلنا نروح بقى ورا المسرح قبل عبد الوهاب ما يتحرك وينزل، نكون في مواجهة ونسلموا عليه وبتاعه مش عارف ايه، والطرابيش لا طربوشك ده مش طربوشك، واللي ما يلاقيش طربوشه يتخانق معايا فين طربوش اللي اخدته من فراسي. يمكن واخدين اكتر من الاتراك، اكثر يعني في اللهجه الغنائيه بقى، لانه ما تنساش على انه الشام هي حدود تركيا، حدود الجغرافيه بتاعتها، يعني حلب وبعدين تيجي بعديها انطاكيا افتكر، او الحدود دي حدود تركية قريبة. قريبة. فحلب دي بالذات تجد فيها اتراك كثيرين جدا وارمن كثيرين جدا، فادخلوا اللهجة التركية على اغانيهم الى حد كبير، يعني فيهم هذه اللهجات. وزي ما قلت لك ان الاختلاط الجنس عمل أغاني أكثر رتميك، يعني أكثر فيها وحدة، فيها رتم، فيها إيقاع، فيها إيقاعات واضحة. فتجد حتى هم يسمعوا، أو هم اللي يمكن اللي علمونا أكثر إنهم يسمعوا بإيديهم ورجليهم، يعني يسقفوا أي حاجة تتغنى لازم يسقفوا عليها ويضربوا عليها برجليهم وبتاع، لأنها هي أغاني أغلبها فيها الإيقاع الصارخ الواضح اللي يقول لك سقف معايا أو قول معايا. مثلا نيجي للجزيرة العربية. الجزيرة العربية تختلف خالص. لو ابتدأنا بلاش نسيب الجزيرة دلوقتي، نقول العراق على أساس برضو إنها حدود من حدود الشام. العراق فيها نواح أكتر، يمكن يكون البكاء على الحسن والحسين حط فيهم حاجة نواحية، يعني تجد فيهم كده نواح غريب، زي ما يكون واحد بينعي حد شيء من هذا. يعني أغلب الأغاني بتاعتهم خصوصا الأغاني المحلية مش اللي دخيل عليهم تجد فيها هذا المعنى. وفيهم مثلا أما تمسك واحد زي ناظم الغزالي، ده كان مطرب مهمين جدا عندهم، تجد أما يغني تحس كده في أنه بينوح بيبكي. أي شيء في العيد أهدي إليك، أي شيء في العيد أهدي إليك يا ملاكي، وكل شيء لديك أسواك.
سوان أنتم لجنم النظار لا أحب القيود في معصمي مثلا الجزيرة العربية الجزيرة العربية الجزيرة العربية دي أغانيها غالبا إيقاعية ويشغلوا إيديهم بشكل باهر ونادر إنه إنسان يقدر أو بلد تانية تقدر تعمله خصوصا الكويت خصوصا الكويت يعني يقفوا كده فصيلتين من الرجال ويسقفوا كل واحد بلون كل واحد في وقت معين والتاني في وقت مضاد له ما هوش معاه وباختلاط الاتنين يطلعوا لك حاجة جديدة حاجة غريبة مثلهم كمثل مثلا الجماعة بتوع الجاز بتوع الإيقاع تجد واحد ماسك الطبلة الصغيرة بيضرب عليها مش عارف بالوقت. واحد تاني واقف ملوش شغل غير كونه بتاع الفرديش يعني. واحد تاني ماسك مراكاس يعمل كده وكل واحد بيقول في حدود معينة له تختلف عن التاني لكن مع بعض بيعملوا رتم حلو فهم كمان عندهم التصفيق الغريب اللي بيعملوه ده مع بعض بيعملوه بشكل رائع فعلا وبيخلي الإنسان فعلا يحس بشيء جديد في الكويت بالذات في البلاد العربية على العموم تجد فيها برضو الأصوات فيها شيء من الصحراء يعني في الجزيرة العربية عموما تجد فيها حاجة صحراء والصحراء بمساحتها ووسعها والجمال اللي فيها والبعد اللي فيها ده تجد فيها كده تجد فيها المعاني الصحراوية تجد في الأصوات نفسها المعاني الصحراوية دلوقتي هو حصل أقدر أقول حصل حاجة جديدة عليهم إيه هو بقى حصلت حضارة جديدة يعني حضارة ايه يعني الحاجات دي كلها كانت الاول بتتقال ما كانوش يعرفوا الا العود هو ده اللي يعني اللي هو الآلة اللي يعني يغني عليها المتحضر منه دلوقتي الحضارة ما بقتش عود وبس بقى دخل هناك عندهم كل ما في الفرقة اللي عندنا بأنواعها يعني دخل عندهم أدخلوا هم بذكائهم وبشطارتهم أدخلوا الأورج أدخلوا الجيتار أدخلوا الكمانجات الشيلو الباز الإيقاعات المختلفة من جميع الأنواع ممكن يكون بيانو ممكن يعني أدخلوها وابتدأت الأغاني اللي كانوا يغنوها كأغاني شعبية
يعملوا على غرارها ولكن بقوالب جديدة تتفق مع هذه الحضارة الجديدة اللي دخلت في 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 المجال. ولذلك تجد انهم هم دلوقتي يعني بقالهم شبه سيادة، يعني ما بقوش بس مستوردين، بقوا مصدرين، يعني بيدوا للعالم لون برضو في ناس كتير بتحبه. نيجي لشمال أفريقيا. لشمال أفريقيا ليبيا تقريبا زي مصر، لأن برضو الحدود المتاخمة لها بتعدي، يحنا نعديهم يهم يعدونا، لكن بيبتدئ الاختلاف يجي من تونس. تونس ما فيش شك انها لها شكل معين في الغناء وفي اللحن. مثلا حتى الكلمات تجدها كلمات، يعني مثلا كلمه بالقاف، قل لك قلت دي هي، ما فيش شك انها بتغير من 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 تفكير الملحن. اما اجي الحن بالقاف، كله قاف قاف، يعني ما فيش شك انه بيغير من البتاع. وهم سريعين، هم يعني السمه بتاعتهم سمه السرعه في الكلمة، في الحركة، في حد يعني مثلا يحبوك بسرعة، وممكن برضو يعني عندهم الحدة، عندهم حدة. احكي لعيونك وقلبك وانسى كل الدنيا جنبك، احكي لعيونك وقلبك وانسى كل الجزائر. لا شك انه ابتداء من الجزائر والمغرب تأثروا بالأغاني الإسبانيولية، لا شك في هذا. ولذلك تجد مثلا الفلامينكو اللي احنا بنسمعه من الإسبانيول ده يكاد يكون زي ما بتسمع موال مثلا، يعني تسمع موال. طريقة الإسبانيولي أما بيغني الفلامينكو بتحس بإنك أنت أمام حاجة شبه عربي، بتفكرك بعربيتك وبأغانيك العربية. ده عدوى حصلت من الاتنين، إحنا عديناهم وهم عدونا، لا شك في هذا. يعني فتجد البلدين دول أكثر قربا
الى الاسبانيوليه في الغناء، فهم مختلفين عنا اختلاف كبير، مع ملاحظه بسيطه ان هم من حبهم فينا، وده شيء نفتخر به ونعتز به، بقوا يقلدوا المصريين بدرجة انك ممكن تسمع اغاني منهم بيغنوها بلهجة مصرية. ولو واحدة او واحد مطرب منهم غنى اغنية مصرية لا يمكن تفرقه من انه مصري، مستحيل تجد يقولها لك بالطريقة وبالأكسان وبالروح وبالكل شيء عربي. هل ده حب تقليد أم هو طبعا كده وذكاء وحب للطريقة؟ ما في شك إن هما بيحبونا وإحنا بنحبهم، وإحنا يعني ابتدأنا إحنا نختلط كمان، ابتدأنا سهولة المواصلات، والمواصلات بقت سهلة جدا، والتلفزيون والإذاعة دول بقوا عامل كبير جدا، وبيننا وبينهم طيرانا بقى كلام فارغ، فكل الحاجات دي خلتنا إحنا قريبين من بعض. لما حبينا وحسينا بوجودنا قلت لي السنة الجاية دي أول عيد ميلادنا، لما حبينا وحسينا بوجودنا قلت لي يومها النهاردة احنا اتولدنا، والسنة الجاية دي أول عيد ميلادنا. لما حبينا وحسينا بوجودنا قلت لي احنا اتولدنا، والسنة الجاية دي اول عيد ميلادنا. لما حبينا وحسينا بوجودنا قلت ليوم النهاردة احنا اتولدنا، والسنة الجاية دي اول عيد ميلادنا. لسه يا دوبك ما كملناش سنة خاصمنا وانت الغلطان مش انا، لسه يا دوبك ما كملناش سنة وتخاصمنا وانت الغلطان مش انا، خايفة بكرة الحب يهرب مننا، يهرب من عذابنا ويضع من قلوبنا، والقاسية صعبة يهرب من عذابنا ويضع من قلوبنا، والقاسية صعبة. اهدى يا حبيبي اهدى، اهدى يا حبيبي اهدى، يا حبيبي اهدى، اهدى يا حبيبي. والحب لعبة ولا الحب لعبة؟ بتخاصمني حبة وتصالحني حبة. لا يزال، لا تزال الجزائر والمغرب تحس اما بيغنوا اغانيهم بتاعتهم هما بانه فيهم الودجة قطعا واضح. من ايام ما زرياب راح هناك في عهد العباسيين، ما اعرفش افتكر يمكن في عهد هارون الرشيد، على غالب ظني ايام الموصلي، اما غار منه وحب يعمل له خازوق فخاف منه وهرب، فهرب هذا المطرب العجيب اللي هو زرياب وخد معاه العود، وعلى ما اعتقد انه هو اللي دخل العود هناك، يعني العود اللي بعد كده خدوا منه بقى الفصائل كلها بتاعت الجيتار، يعني ادم بتاع الجيتار العود، طلعوا منه الجيتار الاسبانيول والجيتار هوايين والجيتار والبيزوكيا بتاع الجماعة اليونانيين والمندولين، وكل دي من فصائل، وحتى ودلهم الصاجات اللي هم عملوا منها الكاستانيت الخشب.
يعني ما فيش شك انه احنا اثرنا فيهم وهم اثروا فينا. فده يعني الجو العام بتاع الـ هذا العالم العجيب. السودان، السودان هم السودان تختلف اختلافا كليا، بالرغم من انها قريبه منا وحدود، لكن تختلف خالص، تختلف يعني في اللهجه، وتختلف في طريقه الصوت. هو علميا بس بكل اسف انه الجلسه مش جلسات، ما هي جلسات علميه، لكن في عندهم سلم معين يغنوا منه يختلف عن السلم بتاعنا، ينطوا كده مقام نط بحيث انه تحس على طول بانه ده سوداني يعني. في وطبعا دول فيهم مغنيين كتير كويسين. زي مين؟ يعني زي ما قلت لك في العراق مثلا ناظم الغزالي، وواحده كانت اسمها سليمه باشا، كانت عراقيه ومغنيه مشهوره جدا. وفي دلوقتي برضو واحد مشهور يعني خد مركز ناظم الغزالي، وناظم الغزالي ده على علم انه كان متجوز سليمه باشا، ده يعني عمل زي عبد الحمولي وألمص، اما ما حبش انها يعني تبوظ عليه فراح متجوزها عشان خاطر ما تخليش يعني حاجه زي دي. ده في العراق. مين اللي اخذ مكان ناظم الغزالي حضرتك قلت يعني؟ في واحد جديد يعني لا اذكر اسمه، لكن واحد مهم برضو كويس يعني مش بطال. وفي لبنان في لا شك وديع صافي، ده صوت قادر، وانا قلت عليه كلمه، قلت عليه الصوت الذي لا يعرف المستحيل ابدا، اي حاجه يقولها واي حاجه يغنيها ويفضل يغني لغايه ما المعنى كلها تخلص. يعني مش مثلا يغني لك شويه ولا لا، يعني ممكن يغني مثلا بسم الله ما شاء الله ربنا يديله الصحه، ممكن يغني يبتدي من الساعه 8 لساعه 8 الصبح ويغني، يفضل يغني كده، يفضل يغني على طول. وديع صافي ده شيء خطير وهام، وكان علامة من علامات لبنان في فن الغناء لا شك. فيروز لا شك انه شيء جديد في التأدية، طريقة جديدة في التأدية، والدليل على ذلك على انه كل واحدة بتطلع دلوقتي هناك غالبا ما عدا الناس اللي يعني بيتبعوا الغناء المصري زي سعاد محمد وزي فايزة أحمد وزي الجماعة اللي جم من هناك وزي نور الهدى وزي الناس دول، لكن لا شك إنه فيروز عملت لون جديد في طريقة الغناء له باللون الأوروبي اللي يخلي الإنسان قاعد ما هوش فاهم هي بتقول إيه، وله باللون العربي اللي يخليك يحبسك في عربيتك، لأ يعني أكثر امتدادا وأكثر كده. ففيروز. وبعدين في الشام واحد اسمه صباح فخري من المطربين المشهورين جدا والمجيدين للحاجات القديمة، تواشيح الأدوار، يعني الحاجات اللي مثلا دلوقتي المغني الفحل يقول لك انا بغني مش عارف الدور الايه والتوشيح الايه، لا او ده بقى يغني ده بكل بساطه وبكل يسر كده ويقول، وبرضه عنده بسم الله ما شاء الله، يمكن يكون بقى صحتهم احسن منا ما اعرفش، لكن ده برضه يقدر يغني ان شاء الله كده من الساعه 7 لغايه الساعه 7 الصبح ولا يكل ولا يفل، الحمد لله، ويفضل كده طازه كده بسم الله ما شاء الله. في مثلا في الخليج في الأستاذ طلال المداح، لا شك أنه مغني له قيمته وله أستاذيته، وفي الأستاذ محمد عبده ما في شك أنه له مكانته وله شهرته.
الليل من الفرحة وروحي بقت قلي هلا بالليلة الخارجي قلي من الفرحة وروحي بقت قلي إلى شفته ولو في النفس ضيقة تفرج كل همي واضمحلي إلى شفته ولو في النفس ضيقة تفرج كل همي واضمحلي هلا هلا بالليلة الخافقي هلي من الفرحة وروحي بهت هلي يا هلا يا هلا والف هلا ناس كثيرين وفي ملحنين واحد اسمه سراج ملحن له قيمة كبيرة وناس ثانيين برضو ماذا أقول وقد همت فيك والسحر قد فاض من عينيك ماذا أقول وقد همت فيك والسحر قد فاض من عينيك والبدر يشكو من بهاك ويختفي والورد يزن من سنا خديك وعاطفي إني
وعميني وعاطفي قد هام قلبي قد هام قلبي والفؤاد لديك. الكويت فيه مغنية أنا سمعتها السنة دي فقط في اسطوانات من أميز وأمتع ما يمكن، اسمها رباب، يعني مغنية ممتازة 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 اسمها رباب. وأفتكر هنا في مغنية سعودية اسمها ايه مش عارف، مغنية عتاب. ها؟ عتاب، هذه مثلا عتاب دي معروفة هنا ومشهورة هنا. جاني الحلو جاني افتكر زماني، جاني الاسمر جاني افتكر زماني، ابعد ما نساني جا طابورك جاني نادم على الفراق، لما كيف طابورك جاني نادم على الفراق، جاي ذكرني بحنين قد نسيته من سنين، جاي ذكرني بحنين قد نسيته من. لما كيف طابورك جاني نادم على الفراق، لما كيف طابورك جاني نادم على الفراق، جاي ذكرني بحنين قد نسيته من سنين، جاي ذكرني بحنين قد نسيته من سنين. وجاني لحلو جاني افتكر زمان، جاني والله جاني افتكر زمان، ابعد ما نساني جاء. في المغرب مثلا في عندهم عبد الوهاب الدكالي، في عندهم عبد الهادي بالخياط، في تونس عندهم عليا، وعندهم واحدة اسمها نعمة، ودلوقتي من شمال أفريقيا يعني جنة ناس مغنيات كتير مثلا زي عزيزة جلال، زي سميرة السعيد، و يعني ما اعرفش يعني النسائيات اكثر من الرجال، مش عارف الحكمة في دي ايه، يعني بعدين نقدر نبقى نبقى نشوف ايه الحكاية. لكن انا اللي ملاحظه انه الستات اللي بيجونا من شمال افريقيا في الغناء اكثر بكثير من اللي بيجونا من الرجال. انما عموما المغنيين اللي قلنا من العالم العربي كلهم ستات في يعني اذا قلنا مثلا، اذا قلت على انه طلال المداح ومحمد عبده ودول يعني بيجوا مواسم مواسم، لكن اللي يعني اللي قطن في مصر واتخذ مصرا عاصمه له ما فيش شك ان كلهم يعني من الاول. اما نمسك فايزه نجدها لبنانيه او سوريه، اما نمسك سعاد محمد سوري، نمسك صباح احنا نسينا نقولها دي، صباح ما في شك انها صباح مغنية كان ممتازة لانها مغنية بتاعة روايات غنائية وروايات استعراضية، ودي حاجات من الحاجات اللي كنا محتاجين لها قوي، يعني ما عندناش زي ما انت عارف الا كانت ليلى مراد وشادية وفي صباح لا شك انها حاجة، ونور الهدى برضو تعتبر مغنية من الدرجة الاولى، يعني ما في شك انهم يعني هم غزوا العالم الفني باشياء يجب انها تكتب لهم
في عالم الفن العربي يعني لا شك.